قلت لك هاد لي زيفينمون صراحه كيشرفوا بالمراه المغربيه وكيزيدوا ياكدوا على انه المراه المغربيه قدرت انها تبتل الشخصيه ديالها، الوجود ديالها، الحضور ديالها داخل المجتمع المغربي، وهادشي فخر لينا، حنا كنفتخروا بها نهائيا بتاتا. كيقول لك واحد المثل ديالنا مغربي شعبي، الله يخلينا في سباختنا، هو هادشي اللي كاين اختي، الله يخليني في سباختي. اللي بغى يقول شي حاجه يقول لي عنده فمو يدوي به. انا الحمد لله الناس عرفوني من نهار الاول، محترمه راسي، يعني المحتوى ديالي نقي، ما كنخرجش على الحدود اللي هي نورمال، ما كان نروج لانه نفسد الاخلاق ديال المجتمع ديالنا المغربي. كنتعامل بكل خلق، كنتعامل بالضحك، بالعفويه ديالي. هذا الشيء هو اللي شهرني، وهذا الشيء هو اللي قربني من الناس، وانا نهائيا عمرني ما غادي نتبدل، غنبقى يسرى هي يسرى الى الابد. انا ماشي ضد، ولكن بالنسبه لي انا شخصيا كنشوف راسي الصراحه انا مقتنعه بهذا الشيء اللي قسم لي الله. يعني من لحد الان انا ما كمبدا ما عنديش انني ندير عمليه تجميل ولا فيلر ولا بوتوكس. مستقبلا ما نقدرش نقول لك ولكن لحد الان انا كنشوف راسي ما شوفي، هو الا كانت الحاجه بحال هاد العمليه التجميل ولا البوتوكس ولا الفيلر، انا مع، علاش لا التحسين. ولكن الا كان الانسان الحمد لله عنده حق في الزين، ما كاين لا شي يخربق في وجهه، انا هكا كنشوف. كاينه يسرى البروفيسيونيل، ولكن كنحاول انه يعني ما كان كنحاول انه نكون يسرى اللي كاينه في تيك توك هي اللي في الواقع. جو سي كو بروفيسيوناليزم خصني نكون بروفيسيونيل، ولكن كنحاول ندير الخاطر للناس حيت ما جاتش. الواحد غيشوفك اون فاس وغتقول لي لا سمح لي ما تهضرش معايا انا خدامه، ولا ما تهضرش معايا. ضروري ما الابتسامه، ضروري من ترحيب، ضروري من السلام، لاباس اختي كي دايره، يعني ضروري باسكو الناس بحال الا كيحسوا بك جالسه معاهم في الدار، تيلمو عزيز عليهم، تيلمو كيتفرجوا فيك ديما. دونك ما جاتش انه الا شافوك في مقر العمل ديالك تصديهم، نو. ماروكينو خوتي في الطاليان ضروري ماروكينو راجلي، وكان لي الحمد لله السند والرفيق الدرب والصديق والاخ والحبيب، يعني لقيت فيه بزاف ديال الحويجات اللي كانوا ناقصيني في حياتي، اللهم لك الحمد، الله يخليه ليا والله يخلينا لبعضياتنا والله يحرمنا من بعضياتنا يا ربي. و لا في سي دي وي، دابا طلوع والهبوط ضروري منه في الحياه، لكن الحمد لله المحبه دائمه الحمد لله. الوليدات اختي، اختي هذاك الشيء قدر الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش نقول انا. اختي كنقول لكم بلا ما تميقوا عليا، ميقوا شويه وبلا ما تسيقوا، وكنموت عليكم، كنحمق عليكم، الله يخليكم ليا. شكرا بزاف لمجله لاله فاطمه، شكرا لكم بزاف على الاستضافه ديالي وعلى التواضع ديالكم. كنبغي نشكر المتتبعين ديالي بزاف، شكرا لكم، شكرا على الوفاء ديالكم، الحب ديالكم، العطاء ديالكم، التفاعل ديالكم معايا في الفيديوهات، كنبغيكم، كنموت عليكم، الله يجعل محبه دائمه، الهلا يفرقنا والهلا يحشمني معاكم. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمه.